حياكم الله أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة من خيرات. اليوم ويانا قصص معاناة كثيرة لبعض العوائل النازحة، حيرة ترسمها عيون آلاف العوائل العراقية النازحة من نساء ورجال وشيوخ وأطفال يزحفون من مدن أرهقتها الأيام وتسلطت عليها عوائد الزمان. قصص وحكايات محزنة ترويها آلاف من العوائل العراقية المهجرة من مدنها ومساكنها بعد دخول المسلحين إليها وتهديدهم بالقتل وتهجيرهم دون سابق إنذار. هذا هو حال العوائل العراقية النازحة التي حل بها الألم والدمار على فراغ الديار وضياع الممتلكات، فيما بات الحلم صعب المنال بغد أفضل تشوهه صور التهجير والقتل والقهر وذكريات النزوح لتلك العوائل المرارة العالقة في ذهن جيل من أبنائنا. اليوم ويانا عائلة انتصار دحام طلب، أم إيلاف سيدة عراقية وحيدة تعيل أربع بنات أيتام بعد ما فقدت زوجها بسبب إصابته بجلطة دمامية اضطرتها الظروف أن تعيش ويا أخوها، ولكن للأسف بسبب سوء الأوضاع الأمنية اختفى أخوها دون رجعة، اضطرتها وأجبرتها الظروف إلى النزوح إلى مخيم أربيل مع بناتها الأربع القاصرات. أم إيلاف تعاني من أمراض مستعصية، تعاني من السكر والضغط بنفس الوقت وما تملك تكلفة الدواء، بالإضافة لكل هذا تعاني من إعاقة جسدية لا معيل إلها ولا معين سوى رحمة الله وأختها اللي تشارك همومها، أطفال بعمر الورود ولكنها تذبل سريعاً، لا مستقبل لهم حتى طموح، انحرموا من أبسط حقوقهم بالحياة الكريمة. تعالوا ويانا خلينا نشوف التقرير عن أم إيلاف ونرجع. صار زمتي عنده جلطة دماغية وضغط سكري، عندي أربع بنات كنت قاعدة بدكان ساكنة ما عندي إمكانية أجر بيت، من توفى زلمتي قعدت عند أخويا، أخذوا أخويا اللي أنا قاعدة عنده على مود بيته وقريب على الجيش، وهذا يوم وذاك يوم أخويا ماكو وانجبرت طلعت أنا وبناتي، ما عندي أحد، ما عندي ذروة غير أخويا، أبويا زلمة كبير مريض، طلعت أني عندي سكري وعندي ضغط، عندي أربع بنات، ما نقدر عايش على الجوع مع العالم عايشة، ما عندي أشتري علاج خلاص تخربطت، ما عندي إمكانية أشتري. طبعاً أختي أم إيلاف
وخابرتني قالوا متخربطة واقعة. رحت أدور لزام التاكسي والله العظيم بالسبعة، أدور كل عينكا وافتريتها معزلة الصيدليات أجيب لها على الأبرة اللي هي عايشة عليها، إذا ما تضربها يعني تنتهي، سكري مالها يصعد حيل وضغط، وأيضا هي معوقة ولا عندها زلمة لا راتب، وذن البنات أربعة اللي الله وآني يعني ناس ساندة على ناس أنا وياها، يعني أنتوا الله دسكم علينا دا تشوفون وضعيتها. لا زلمة عندها رجلها بجلطة وتوفى. تعاني من اضطراب حالتها الصحية، ما تجد من يعينها على مشقة الحياة، تبكي حسرة على بناتها. وين المنظمات الإنسانية عن حالة الإيلاف؟ ومنو يقبل بحالة مثل هذه الحالة؟ أم إيلاف تستنجد بأهل الخير لمد يد العون لهم، مساعدتهم وانتشالهم من ما هم فيه. خلونا نحاول إنه إحنا نحصل أم إيلاف، بس ما أعرف إذا في اتصال أو لا. نتمنى مثل هذه الحالات إنه المنظمات الإنسانية تلتفت ولو شوي إلها، لأن مثل هذه الحالات تصعب على أكبر واحد، يعني تبكي وحسرة وألم ما عندها حتى علاج تقدر تأخذه بسبب تكلفة العلاج غالية كثير. فأني أتمنى مثل هذه الحالات إنه يكون نوعاً ما اهتمام حتى لو من الحكومة، من منظمات إنسانية تهتم مثل هذه القضايا. ما أعرف إذا في اتصال عندنا ولا لا. خلينا أي الشبكة شوية بعيدة عندنا، بس ما مشكلة ننتظر الاتصال وياها. أطفال المفروض الآن يكونون في مدارسهم يدرسوا، نحرمه من حقوقهم، أبسط حقوقهم في التعليم نحرمه من عندها. بنات بعمر الورود للأسف ما عندهم يعني ما عندهم القوت اللي يخليهم يكونون بحالة صحية جيدة. الأم عازة عندها إعاقة جسدية بالإضافة إلى مرض السكر المزمن اللي عايشة كل يوم على أبرة، لكن هذه الأبرة أحياناً ما عندها المبلغ اللي يخليها تشتريها، ما عندها غير أختها تشتكي إلها وتشاركها همومها. إن شاء الله مثل هذه الأمور شوية تلتفت لها، نتمنى التفاتة من حكومتنا. مع الأسف هذا العراق العظيم بهذه الشخصيات اللي دا تتعذب وتتأذى، إحنا نحاول قدر الإمكان من خلال برنامج الخيرات إن نسلط الضوء قدر الإمكان على هذه الحالات الإنسانية، ونحاول شوية نسلط ولو شيء بسيط على هذه الحالات، نوري معاناتهم، نقربها لأعزائنا المشاهدين. ما أعرف إذا ما حصلنا اتصال ممكن إنه نروح على الحالة الثانية. إحنا بننتظر لحد الآن اتصال مع أم إيلاف. إذا ما حصلناها ما مشكلة، نحاول إنه إحنا نروح نسلط الضوء على قصة أخرى أيضاً عائلة. بينما نأمن إحنا الاتصال ممكن نروح على قصة عائلة علي أحمد خلف أبو غسان. بسبب الظروف الأمنية الغير مستقرة في الحويجة اضطرت عائلة أبو غسان الهجرة إلى كركوك. عائلة أبو غسان تتكون من 14 نفر، عنده زوجتين وسبع بنات وولدين،
واحد من الأولاد اللي هو غسان من مواليد 95 اللي هو 1995 متزوج ويعيش نفس البيت، لكن هذا البيت من شنو؟ البيت من طين، السقف ما يحميهم لا من مطر ولا من برد ولا من هواء. أبو غسان معاق بإيده وصعب عليه الشغل وأيضا كبير في السن، الأطفال بدون مدارس كالمعتاد، العائلة ما إلها أي مصدر رزق ولا معين سوى ابنهم غسان اللي أحيانا يحصل شغل وأحيانا ماكو شغل. طبعا أم غسان تشرح معاناتها والصعوبات اللي تواجهها مع القهر والتهجير. خلونا نشوف بهذا التقرير قصة عائلة أبو غسان وراجعكم. أنا المواطن علي أحمد خلف من قضاء الحويجة نازح إلى كركوك، صار لي أقل من سنة هنا كركوك. أسرتك أفرادك؟ والله عندي زوجات اثنين، عندي 14 نفر، سبع بنات وولد اثنين، وابني متزوج همين وياي يعني. كنا بهذا البيت. هذا مو بيت، هو غرفة طينة. ولا غرفة، هذا الموجود يعني احنا نحس به، هذا احنا عايشين، نحس انه يعني عندنا خوش مكان، الناس هم عايشين بخيم ما خيم، وسخر علينا بشتي هذا، وجاد انه قطيب لا يوم يتشقق الهواء. شو مرت عليك هاي الظرف السنة؟ والله ظرف صعب يعني، قاعدين تعرف شغل ماكو، شيء ماكو، لا تجينا منظمة انسانية، لا يجينا شيء، وما نعرف وين نروح وين نجي، شغل ماكو وقاعدين. ابني نوبات يشتغل نوبات ما يشتغل. شو حياتكم ووضعكم اكلكم وشربكم يعني؟ والله عايشين يعني الحمد لله، الله يسهل يعني. ايش تصور انت، احكي لي عن نفسك. والله انا رجال معوق يعني، ما عندي كل شغله، ما عندي. شنو عوقك؟ والله هذا اصبعي ما اشوف، هذا ايدي. هذا ايش هذا؟ ايش تعوقت؟ والله بالحرب مال العراق والايران بال 85 راتب ما يعتبروا عوق، هذا عوق نهائي. ايه راتب مستمر بالخدمه، ما اعطاني عوق عليه. ما تقريرات؟ ابد ما اعطوني عليه ايرات، لازم اللي ده كامل تنتهي يعني. انا هسه اعتبره صبعين ما يمشون. زين دول الشغال يعني مدارسهم حياتهم شو؟ والله مدارس ماكو، بس هذا ابني كان بالمدرسه كم شهر داوم هناك، انتهت من نزحين اللي جاي، عفنا المدرسه وجينا اللي جاي، هذا سنه عليه راحت، هو اول سنه يدخل بالمدرسه. وراحت؟ راحت على سنه، اول سنه بالمدرسه وراحت، دخل مدرسه كم شهر وجينا اللي جاي وانتهى. وسنة ما داوم، يعني السنه راحت فاتت عليه. ليش ما احنا جينا الى جاي وما ندري وين نروح، احنا بس مو زي اللي قال انا مكان هذا عندنا الغرفة طين، وين نتقبل؟ حالتنا ما ساعد ومجبورين يعني، لازم نلقينا مكين. زين مدارس؟ والله يقولون اكو مدارس بشرى ضيق بترك الان، عاد بكي نسجل هنا ونروح. لسه ما وديت يعني. ملابس العيد، ملابس العيد شلون يعني تشتري ملابس العيد؟ شلون توفق حياتك؟ شلون اكلك شربك؟ والله الحمد لله اني اكو تجينا مساعدات يعني من الناس. من الناس؟ اي مساعدات من الناس. من الحكومة؟ والله حكومة ما شفنا شيء يعني، اول مره تجينا قناة الشرقية وهنا تنطينا يعني سويانا لقاء، هالقطر فترة ما حد جانا هنا نهائيا. شكرا. والله اناش سعد البزاز يهتمون بالنازحين ويعطونا مساعدات يعني، ما عدنا حالتنا ما ساعد. صارنا أقل السنة من قضاء الحويجة. الكركوك. وجينا الكركوك. نعم. شفنا يعني مأساة، جينا كان يعني وقت يعني برد، وهذا عندنا جهال، وعندي هذه مريضة يعني شفنا. مريضة. هاي ما أعرف يعني من صارت مريضة، عمرها 9 سنتين وهي هيك مريضة. وحالتنا يعني المادة يعني ما تساعد يعني، حتى إذا الدكتور هم ما تساعد. وهذا يعني.
شوفوا هذا وضعناه، شوفوا يعني شوفوا ان هاي غرفه يعني طين، وزوجتي سعيم اخوها من قد المكان، وجهان عندنا كثيره و... حضرتك؟ اي نعم. اكيد شربكم شلون؟ والله يعني عايشين عن مساعدات من الجيارين وهذا، محترمين كل شيء يعني. جهاننا صادف عيد، صادف مناسبات، كل شيء صادف، احنا لا مدرسه لا كل شيء. الحكومة ساعدتكم شيء؟ لا لا ما شفنا أي شيء. منو؟ ما شفنا يعني من الحكومة شيء، يعني ما شفنا يعني مساعدات. إحنا هين عايشين بهذا الطين. ما حجزكم؟ لا لا ما حجز. شو طالبين وشو تتمنين؟ والله طالب يعني سعد البزازة، طالب الشرق، يعني هم يشوفون يعني يشوفون هذا حالنا. شو وضعك كان بالحويجة؟ والله كنا يعني الحمد لله كنا عايشين، و يعني عندنا فلاحة وعندنا قنم وعندنا يعني عايشين الحمد لله مكاناتنا. بس من نزحنا هذا حالنا، وهذا زوجها شوفونه شايب وما يقدر لا يشتغل لا يقدر كل شيء يسوي، ما عندنا بس يعني بالرجل يشتغل بالبلوك، يوم اكو يوم ماكو، والحمد لله. زين احكي لي بشتى شلون؟ بشتى شلون نسكت؟ والله بشتى هذا الماء ينزل علينا قبل، وشوفون يعني بس هذا الغرفة الطين يعني تبهدلنا، برد عندنا جهال، حتى ملابس هم ما عندنا يعني ندفيهم، شفنا يعني الويل. قول الحمد لله. تمرضوا جهالك؟ اي والله تمرضون. وهذه عندي يعني مريضه هم دائما مريضه، من صارت لحد الان عمرها 9 سنتين وهي مريضه. شنو مرضها؟ مرضها والله ما اعرف، عندها مضاعفات، عندها فقر عام، ما اعرف يعني هي هاي حالها يعني يشوفونها. والله مره مرتين وديتها مع الدكتور يعني حالتنا ما تساعد. شنو يعني ايش وديتها الدكتور؟ والله يعني وديناها مره مرتين، تريد دائما على الطبيب على الطبيب، حالتنا الماديه مو شيء. للأسف المرض يتقاسم أطفال العائلة، وتكاليف العلاج صعبة تنال. العائلة ما عندها مصدر رزق آخر سوى راتب أبو، سوى راتب غسان، وغسان أحيانا يلقى شغل وأحيانا ما يلقى شغل. الأطفال محرومون من نعمة التعليم، وما يعرفون أي شيء عن حقوقهم، حقوق طفولتهم فاقديها تماما. عائلة أبو غسان يتأملون مساعدتهم على الحياة الصعبة ومد إيد العون لهم. طبعاً للأسف ويانا اللي حصلنا أبو غسان ويانا هسه. أبو غسان؟ ألو؟ نعم. ألو شلونك أبو غسان؟ ألو ألو وسهلاً كل الهلا. شلون صحتك؟ والله الحمد لله. أبو غسان الآن كانت ويانا حالتك وشفنا التقرير، شلونك أنت؟ حابين نعرف أخبارك. والله الحمد لله زين. ماشية زين. قولي ماكو منظمات إنسانية حاولت تتواصل وياكم، حاولت تساعدكم؟ والله ماكو منظمة إنسانية وصلتنا هين، بس قناة الشرقية وصلتنا. ولا أي مساعدة من الحكومة؟ على اي مساعده من الحكومه وصلت نهائيا، بس قناه الشرقيه جتنا بالعيد ووزعت لنا على شهداء الشرقيه بل بعيد. زين ما حاولتوا تتواصلون مع المنظمات الانسانيه ولا انتظرتوا انتم تمر عليكم؟ يعني ما حاولتوا انكم تتواصلون وياها بما انه هي ما عندها اي معلومات عن هذه العائله؟ والله رحنا سجلنا هاي مات النازحين. نعم. اسماء كلهم طلعوان، اسمي ما طلع. زين حابين نعرف اولادك وبناتك، ما اعرف دي يروحون المدرسه ولا لا، ولا بعدهم قاعدين بالبيت؟ والله بس عندي واحد بالمدرسه خليته يروح على المدرسه، اللي قلت له يعني اكو سياره توديهم وتجيبهم. نعم. هذا الطفل الصغير انس. نعم نعم.
وأخبار بنتك الصغيرة، يعني إحنا شفنا بالتقرير إنه بنتك الصغيرة دائما تتعرض لوعكات صحية، يعني حابين إنه إحنا نطمئن عليها. والله هي نفس الحالة للساعة، هي نفس الحالة، يعني هي ما نمو ما 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 ما, 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 ما تكبر، ما أدري شنو قصتها، وما عندنا حال ثاني إذا نوديها دائما على دكتور. زين احكي لي عن بيتكم اللي من طين، شلون يعني قادرين تقعدون به؟ هسه اعتقد الاجواء المناخيه شويه متغيره، اعتقد الجو برد تغير في امطار، فما اعرف يعني انتم شلون قادرين تعيشون تحت سقف بيت من طين. والله انت يعني قبل تقريبا ساعه بطلت الدنيا مطر. الله يساعدكم. عندنا سين كركوك، يعني الجداري مالت البيت نوزعهن جوا الغرفه، وينكم كان ينقط مي؟ نعم. والجهال شويه نحطهم على مكان، شوف وين يصير المي يخر نحولهم، هم نايمين راح احولهم، يعني يمنى ويسرى قاعد احول بهم، مكان عندي بس غرفه وهول زين ومطبخ. زين ابو غسان شلون عايشين هسه انتم؟ والله شلون عايشين؟ يعني عائله من 14 نفر شلون قادرين تعيشون؟ والله الحمد لله، عندي أولي ابني نوبات يروح يلقى شغل يشتغل، ما يلقى شغل الحمد لله. طيب اكو ناس خيرت مد ايد العون لكم؟ والله اكو، يعني الحمد لله اكو، يعني بس مو ذاك يعني ماشيين امورنا شلون ما صار، والحمد لله نرضى بعيشتنا. الحمد لله، زين قول لي يمك ام غسان نحكي وياها؟ احد يعني زوجاتك من ويمك نحكي وياه؟ الموجودة هسه عند حسين ويا ام غسان. كاتم الو الو، شلونك ام غسان؟ الله يسلمك الحمد لله. شلون صحتك؟ الحمد لله بخير. احنا حابين نطمئن عليك ونطمن المشاهدين عليك، احكي لنا عن حالتك. والله يعني شنو حالتي؟ حالتي سيئة. نعم. ايوه يعني هسه يعني جو بارد. نعم. ومطر، والمطر كله ينزل علينا، وعندنا جهال، جو بارد ولا نقط ولا صوبه ولا فراش، يعني كل شيء ما عندنا. الله يساعدكم. وشلون هالبنتك؟ أيوة شلون صارت بنتك؟ والله بنتي لحد الان يعني ما عندي امكانيه يعني اوديها على الطبيب، لحد الان عمرها فوق السنتين ولسه يعني مريضه، وش اسوي الحمد لله. الله يساعدكم. زين ام غسان، يعني هسه كلهم المشاهدين دا يسمعوك، شنو تتمنين؟ والله اتمنى يعني تعرفين كل يعني امراه عراقيه تتمنى، يعني نتمنى يعني عندي هسه يعني مكان زين، وعندي مكان زين لاطفالي. نعم. ويعني نعيش يعني عيشه يعني مثل العيشه العيشه الكريمه اللي كل واحد يتمنى يعيشها. احنا ما رايدين نعم. زيادة، احنا نريد نعيش عيشة نقة، مرتاحين وعيشة كريمة، وتخلينا رافعين روسنا طول حياتنا، يعني ما طالبين زيادة. اي والله كده. اي والله الريف هيك شيء. زين وين ابو غسان؟ احكي ابو غسان. اي شكرا شكرا ام غسان. الو عيني ابو غسان. عينك. البزاز يمنح عائلتك 6 ملايين دينار. نشكر سعد البزاز، الدكتور سعد البزاز، الله يعطيه الصحة والعافية، أبو الفقراء يساعد الفقراء، يعني احنا ممنونين من عنده، كثير ممنونين من عنده، وإن شاء الله الله يوفقه ويظل يساعد كل فقير وكل نازح وكل مهجر. إن شاء الله يا ربي، وإن شاء الله نسمع أخباركم بالخير، وإن شاء الله يا ربي أولادك كلهم يروحون المدارسهم ويرجع الوضع الأمني مستقر إن شاء الله. آمين يا رب العالمين. ونشكر إحنا بلاد الشرقية وبالأخص كادر الشرقية بكركوك، يعني الله يسلمه هذا أستاذ سلام، يعني شلون قاعد ينزل المكان اللي يفتر على الفقراء، يعني شلون الله جابه علينا ما أدري. الحمد لله والشكر. والحمد لله، الله يسلمكم، الله يبارك بكم، الله يوفقكم، والله يوفق كل طيب ويساعد الناس. ويوفقك يا ربي ان شاء الله. شاكرين شاكرين لك، وان شاء الله يا ربي نشوفكم على خير ونسمع اخباركم الطيبه. شكرا شكرا ابو غسان، مع السلامه.
طبعا احنا بعدنا ننتظر انه نحصل ام ايلاف، ما اعرف اذا في مجال انه نتواصل وياها. اليوم الخطوط شويه ضعيفه، فما اعرف اذا في مجال انه نتواصل ويا ام ايلاف. طبعا ام ايلاف حالتها جدا صعبه، تكسر القلب للاسف، لانه يعني الكل يعرف، تعرفون انه هذا المرض شويه السكر يحتاج الى علاج. الان احنا طالعين فاصل، ان شاء الله مستمرين وياكم ونشوف اذا نقدر نحصلها، راجعين لكم. لحد الآن إحنا ما قادرين نحصل اتصال من أم إيلاف. طبعاً نتمنى إنه أم إيلاف تسمعنا الآن، ما أعرف إذا هي تشوفنا أو لا. حابين نقول إنه البزاز يمنح عائلة أم إيلاف مبلغ وقدره 5 ملايين دينار لأم إيلاف، يمنحها البزاز. نتمنى هذه السيدة العراقية اللي تعيل 4 قاصرات بعمر الورود انها تحصل يعني ناس تلتفت لها، تساعدها، تعينها، لانه حالتها جدا صعبة للأسف. مرض السكر يحتاج انه تضرب يوميا أبرة، وهذه الأبرة تحتاج الى مبالغ، وهي للأسف ما عندها أي معيل ولا معين سوى رحمة الله سبحانه وتعالى. طبعا رغم هذه الأمراض اللي هي تعانيها، السكر والضغط، هي عندها إعاقة جسدية تعاني من عندها، ما عندها لا أخوها، عندها والدها عمره كبير في السن ما يقدر أنه يعيل العائلة. نتمنى أنه المنظمات الإنسانية أنها تلتفت لحالة أم إيلاف. يعني حالة أم إيلاف ما ترضي أي شخص، ما يقدر يعيش هذه الحالة، خصوصا يعني بعد ما فقدت زوجها، أصبحت هي الأم والأب البنات الأربعة. المفروض أنه البنات الأربعة يروحون مدارسهم ويدرسون ويتعلمون ويكبرون وبعدين يشيلون الحمل عن أمهم، لكن للأسف أمهم ما قادرة تشيل حملهم ولا قادرة تعيلهم في وسط هذه الظروف الصعبة. حاليا هي في مخيم أربيل. نتمنى انه احنا نحصلها على الهواء ويانا حتى نبشرها بهذه البشارة. لكن يأسفني، دائما اقول يأسفني وجود مثل هذه الحالات والمعاناة على ارض بلد غني مثل العراق، غني بموارده النفطية، غني بموارده المائية، غني حتى في الزراعة. للأسف دا نشوف معاناة حقيقية نلتمسها من واقع مرير، وأنتم دا تشوفون ويانا التقارير اللي موجودة للأسف، ودا نحاول احنا نتصل ونحاول نوصل قدر الإمكان صوت هذه العوائل النازحة إلى قلوب مشاهدينا. خلي نشيل وياهم شوية الحمل، أحيانا يحتاجون أن نشيل الحمل وياهم. ناس دا يعانون، يبكون حسرة وقهر على حياتهم الكريمة، اللي ما قادرين يوفرون ولو جزء بسيط من هذه الحياة الكريمة اللي تخليهم مرتاحين. خلينا نطلع نشوف التقرير عن أم إيلاف مرة ثانية، عسى ولعل يعني نحاول نحصل اتصال وياها. خلونا نشوف وراجع لكم. Thank you.
ساره. زمتي عنده جلطه دماغيه وضغط سكري. عندي 4 بنات كنت قاعده بدكان ساكنه، ما عندي امكانيه اجر بيت. من توفى زلمتي قعدت عند اخويا، اخذوا اخويا اللي انا قاعده عنده على مود بيته وقريب على الجيش. وهذا يوم وذاك يوم اخويا ماكو، وانجبرت طلعت انا وبناتي، ما عندي احد، ما عندي ذروه غير اخويا. ابويا زلمه كبير مريض، طلعت انا عندي سكري وعندي ضغط، عندي 4 بنات، ما اقدر ما نقدر عايش على الجوع مع العالم عايشه. ما عندي اشتري علاجي، خلاص تخربطت، ما عندي امكانيه اشتري. طبعاً أختي ميلف وخابرتني، قالوا متخربطة واقعة. رحت أدور لزام التاكسي والله العظيم بالسبعة، أدور كل عين كاو افتريتها معزلة الصيدليات أجيب لها على الأبرة اللي هي عايشة عليها، إذا ما تضربها يعني تنتهي. سكري مالها يصعد حيل وضغط، وأيضاً هي معوقة ولا عندها زلمة لا راتب، وذن البنات 4 اللي الله واني يعني ناس ساندة على ناس انا وياها. يعني انتو الله دسكم علينا دا تشوفون وضعيتها، لازل ما عدها رجلها بجلطة وتوفى. للأسف لحد الآن ما قدرنا نحصل اتصال ويا أم إيلاف. طبعاً إحنا ما نعرف إيش ظروف أم إيلاف، خصوصاً أم إيلاف مريضة وتعاني من أمراض مستعصية، فما نعرف إيش ظروفها، ما قدرنا نحصلها. بس نتمنى إنه أم إيلاف إنها تشوف الحلقة اليوم ويانا. حابين نذكرها بمكافأتها من البزاز، يمنحها مبلغ وقدره 5 ملايين دينار لأم إيلاف يمنحها البزاز. نتمنى إنه نشوفها بخير، ونتمنى إنه تتحسن حالتها الصحية للأفضل وإنها تقدر تتعالج، ونتمنى من المنظمات الإنسانية إنها تلتفت لحالة أم إيلاف. بالإضافة إلى ذلك نتمنى من أصحاب الأيدي البيضاء أن يلتفتون لها ويساعدوها. بالنتيجة احنا كلنا عراقيين، نتمنى انه احنا نتكاتف في مثل هذه الحالات وننصر اخواننا واهاليتنا من العوائل النازحة والمهجرة. طبعا ختاما اعزائي المشاهدين، اليوم خلصت حلقتنا، وان شاء الله راح نلتقي وياكم بالحلقات القادمة مع معاناة جديدة. حتى لو اختلفت المعاناة من عائلة إلى عائلة، هي تبقى المعاناة وحدة، هي معاناة الشعب العراقي كاملاً، ليس معاناة بس العوائل المهجرة والنازحة، هذه معاناتنا احنا وياهم دنعاني. فإن شاء الله نلتقيكم بحلقة جديدة من برنامج الخيرات، وأقولكم تصبحون على خير.